الجلسة هاي مالت التمرير واللي صار وقالوا الولد طوهم قيات وسكتوا، اكو دفع صار بقصة صحيح شالان. هسه ايش قد شنو القصة الحقيقية ام حسين؟ والله وحياتك استاذ نجم، القصة الحقيقية مثل ما ذكرت في الإعلام، البعض يريد أن يزوقها كيف ما يشاء من أجل أن يحفظ مكانة مجلس النواب، وأنا ذكرتها لأكثر من مرة وحذرت لأكثر من مرة بأن هناك عمليات شراء القرار السياسي والقرار الشيعي. القرار السياسي كيف؟ مجموعة من المستثمرين الذي تخموا بأموال الحرام، هسه المرحلة الجاية حيشترون يدعمون النواب لترجع. أخذوا استلموا الولد النواب، هذا جانب. الجانب نعم، ايش قد الرقم؟ يعني اول بدايه 50 وبعدين وراها تحول الى 100 بالمرحله الثانيه، بس بالمرحله الثانيه فشلت الجلسه ما صارت، يعني كان مفترض السيد الشعلان طلع 152 فزاد الرقم النطي الى 100,000 حتى يوافق. هذا الاستلام بالكافتريه؟ لا جوا. وين جوا؟ يعني انا حسب، لو بالكتله لو فد مكان، يعني جوا يجي يضي يشوف الاليه شلون صارت. تنتخب فلان شلون تفوتني مدان؟ اي ابدا. اي 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 ام حسين يعطوه ورقه يقولوا له انت تنتخب فلان. صور ينطي اول مره يعطي ورقه، روح هاي صك، يعني مو صك، ورقه عليه بان هاي تقبض 50,000 اذا تجيب لي تصويتك. ينطوا الورقه لك 50، يضم الورقه ورقه فارغ يعني بس بهذه، يروح يصوت يجيب لهم التصويت، يوقعوا له على هاي الورقه اللي طوا اياه، روح انزل جوا استلم. حتى مجلس النواب بفلوس؟ بعد جابوا الفلوس، ترى هاي مو المره الاولى هم كانوا مساحه زين. هاي الفلوس شلون تطب المجلس النواب؟ هذه ما اعرفها. شلون تطب؟ ما اعرف شلون طببوها، سياراتهم موجوده ليش؟ كل واحد بيهم كل واحد بيهم. تدري هاي الغرفه وين؟ قاعة مال كتلة. شنو شندل الغرفة وين؟ مو غرفة، قاعة مال كتلة. ها قاعة. على ذاك الاب يعني هنا انا وهذا امه يقول لك اذا توقعون سمعه مجلس النواب، بس يعني انا ما اقدر اخالف فالشيء ما يتغطى. هو شنو ما سمعه؟ هو هسه مرات يقول لك التشوه سمعتي، انا مرات اقول له هو التمين لك سمعه التشوه. هو وين يعني سمعتك؟ هو مين باع الاخضر؟ ماكو ناس. لا 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 انا احتراماتي للشرفاء. احسنت زين. طيب مجلس النواب نفسها مثلك انت ومثل الاخرين اللي ما عليهم ما قالوا عليهم، ليش مجلس النواب ما يقدم ذولا النواب اللي باقوا واللي اخذوا؟ مجلسهم ما يسويها، بس هيئه النزاهه شكلت واستدعت الكثير من الشهود اللي عرضوا عليهم وما قبلوا، راحوا لهيئه النزاهه. واحد من الشهود طلع وياي. اي نعم. حكاها وياي. ما قلت لك احنا بالكافتري، احنا وين كنا؟ احنا بالكافتري ودا نشوف العمليه امام عيننا، تسابق صار. يعني مخزي. يعني والله مخزي الانسان، والله يعني ما تسوى الانسان يبيع ما يستاهل مزعج هذا الموضوع. ما يستاهل العراق هيك قرده يبيع صوته هنا ويبيع صوته هنا ويبيع صوته هنا وبعد ياخذ. انا اللي كنتني تدري البعض منهم شو يقول انا تابع لكتله سياسيه تريل وتاخذ بشركاته وهذا وما ينطوني، فاني خل اخذ منك سوالف. لا تربط الجرباء حول صحيحه. هيجي ماشي العراق والله خلاص. هو هذا اللي احنا بدايتك تكلمنا وياه قلنا بلدنا ما يستاهل. اليربوع يردح بالثنية ام حسين. اي ما يستاهل.